السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في جنوب أفريقيا يجب تحقيق أقل شيء نقطة التعادل بالأهداف، يجب أن يسجل في خارج ميدانه. لذلك مباراة صعبة وصعبة جدا. صحيح فريق الوداد قوي جدا على أرضية ميدانه وأمام جماهيره، كما يقول جمهور الوداد، وداد الأمة حمراء صراحة، جماهير بالنسبة لي أنا عالمية. شاهدت لعبت في تونس الفريقي والترجي، لعبت في مصر ضد الأهلي ضد الزمالك، لعبت في نادي الوداد، اللي شاهدته من جمهور الوداد أو جمهور الرجاء في المغرب ما شاهدته في ولا بلد أفريقي. طريقة التشجيع، طريقة تحفيز اللاعبين، صراحة اللاعب اللي ما يعطيش 150% بالنسبة لنا مش لاعب كورة أمام هذه الجماهير. لذلك تقريبا كل الفرق اللي تذهب إلى الدار البيضاء عادة ما تخرج بنتيجة سلبية. لذلك على حسين عموتة أنه يعول أنه أقل شيء يخرج بنتيجة التعادل بالأهداف أو حتى يفوز. لما لا؟ الترجي الرياضي فاز على سان داونز أرضية ميدانه، خرج ميدانه، ثم مباراة العودة فريق الوداد أمام جماهيره لن يرحم وسيحقق نتيجة طيبة. لكن هذه